تم اليوم العثور على جثة الشاب نسيم بن عراب في غابة بوجليل ببجاية بعد اختفائه منذ حوالي أسبوع. عثر مواطنون على جثة الشاب نسيم بن عراب اليوم الاثنين ببلدية بوجليل دون تحديد إلى حد الآونة سبب الوفاة. هذا وكان المرحوم قد اختفى عن الأنظار منذ 13 من هذا الشهر، حيث أنه خرج من بيت عائلته منذ حوالي أسبوع إلى غاية العثور عليه ميتا وجثة هامدة بغابة بوجليل.